هاي جايز، اتمنى تكونوا تمام وافضل حال. الفيديو النهارده هيكون عن واخيرا هعمل دعم ليكو. تمام، بصراحه والله انا نسيت البنوتة الحلوه دي، نسيتها خالص في الدعم الاخير اللي انا عملته، ما شفتش تعليقها والله، يعني نسيت، يعني انا شفت تعليقها لكن انا نسيتها. تمام، فاسمها يونا سام. تخشوا اشتركوا بقناتي يا جماعه وفعلوا زر التنبيهات، انا عامله زر التنبيهات وعامله كل حاجه حبيبتي، بس والله نسيتك، اسفه جدا 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 ليكي. خشوا اعملوها دعم واعملوها كل حاجه، وصلنا ل 100 مشترك، فاضل لها كام مشترك وتوصل ل 100 بليز يا جماعه، فاضل لها 5 مشتركين بس، وانا عارفه انكم قدها، يعني قدها متابعين بتوعي اكيد قدها. خشوا اشتركوا بقناتها وصلوها ل 100 مشترك بأقرب وقت. و شوف مين تاني عايز دعم. بس هو ما فيش اصلا حد عايز دعم تاني، انا عملت دعم كله. وطبعا قبل كل ده احب اشكركم على 233 مشترك. وكنت في عايزه حاجه اقولها لكم، ممنوع تبادل الاشتراكات يا جماعه بالتعليقات، لان ده بيقفل القناه اولا. تمام، بصوا كل يعني كل يوم جمعه، كل يوم جمعه يعني مثلا يوم الخميس بالليل لما انزل فيديو او اي حاجه، فانتوا تكتبوا لي في التعليقات عايزه دعم، ويوم الجمعه يعني كل يوم جمعه هعمل لكم دعم، فيه هخلي يوم واحد بس فيه دعم. تمام، فبس انتوا متبدلوش الاشتراكات يا جماعه، بليز 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 متبدلوش اشتراكات بالتعليقات، عشان انا ما بحبش كده يا جماعه، ده بيقفل قناتي. اولا وانا تعبت في قناتي جدا، يعني مش صغيرين، استنى بس اعلي الصوت. تمام، بس ما عدا كان فيديو النهارده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ويلا باي. في حاجه كنت عايزه اقولها لكم، ايه ده، انا كنت همسح اليوتيوب والله. في حاجه كنت عايزه اقولها لكم، سوري بس ايه ده. مهم، في حاجه كنت عايزه اقولها لكم يا جماعه، قناه بنت خالتي اللي قلت عليها بجد زعلانه منكم قوي 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 جدا، يعني بصراحه مش عارفه اقول لكم قد ايه. عادي يعني انا مشتركه بكل القنوات دول، كل دول انا مشتركه بقناتهم عادي جدا جدا جدا. فين قناه بنت خالتي؟ شوف قناتها وارجع لك. بصي يا جماعه، شوف معايا المشتركين شويه. دلوقتي انا بدور عليها، يعني بصي يا جماعه كلكم مشتركه في قناتكم، اكتريتكم مشتركه في قناتكم، فيش حد ما مشفتش ما اشتركتش في قناتي. تمام، دي قناه بنت خالتي. بصوا يا جماعه، زعلانه منكم بطريقه يعني مش عارفه اقول لكم ايه. ليه بتلغوا الاشتراك يعني طيب من عندها؟ مش عارفه ليه انتوا ليه بتلغوا الاشتراك من عندها، كانت 33 مشترك ودلوقتي انتوا خليتوها 26. بجد 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 بشكركم جدا جدا على انكم لغيتوا الاشتراكات. تمام، بجد يعني مش عارفه ليه بتلغوا الاشتراك، مش عارفه يعني. تمام يا جماعه، انا بجد زعلانه منكم يعني انكم لغيتوا الاشتراك من عند بنت خالتي وبس. نشوفكم في فيديو جديد يا جماعه، سلام. وكمان يا جماعه لو حابين دعم، مش يعني مش لازم اليوم الجمعه بالذات، يعني الدعم هيبقى بشرط تشتركوا بقناه بنت خالتي يا جماعه، توصلوا 100 مشترك بأقرب وقت، والله العظيم هعمل لكم دعم، هعمل لكم دعم. تمام، يلا نشوفكم فيديو جديد، سلام.